عجبا من هذا الجو الحار. الماء قد انتهى أيضا، لم تعد لي طاقة. قدمي. ماذا أصنع بهذه الحرارة والجوع؟ وليس عندي ماء. هل أنت قد عدت أيضا؟ أظن أن هناك ماء. لقد انتهى. السلام عليك أيها البطل. السلام عليك. أنا تعب جائع، انقطع بي السبيل فأنقذني. الماء والطعام هناك، تفضل وتناول. كم هو صلب، هو مثل الحجر. لقد شربت الماء، كان عذبا، جزاك الله خيرا، ولكن الخبز لم يطاوعني، كان يحطم الأسنان. وعلى كل حال بارك الله فيك، جزاك لحما وكبابا. يا عبد الله، إن أردت طعاما مناسبا فذهب إلى المدينة واقصد بيت الحسن بن علي. شكرا أيها العظيم. منزل الحسن بن علي، هذا هو. شكرا شكرا. ما هذا الطعام؟ عجبا، جزاهم الله خيرا. تفضلوا. السلام عليك أيها الغريب. أنت الحسن بن علي؟ نعم. قل لي أنك. يبدو أنك مسافر وتعب من الطريق، اجلس إلى المائدة. تفضلوا. يبدو أن أحدا لا ينتبه. لماذا تنظرين إلي؟ قولي طعامك، هيا تناولي الماء. انظري إلى الجهة الأخرى، كان طعاما مبارك ليزيده الله. كل وكن مطمئنا وكما تحب، وسأعطيك ما تحتاج إليه. أسكب الماء. هو ليس لي، لقد رأيت رجلا ليس لديه سوى الخبز الصلب، وحاله ليست بأفضل من حالي، ولكن قلبه رحيم، وهو مضياف مثلك. أوضح لي أكثر لأعلم من هو. هو رجل وحيد في وسط الصحراء، كان يغرس الأشجار، وليس لديه سوى قلب رحيم ومتاع قليل. بسم الله الرحمن الرحيم. هو من دلني عليك. دع الرجل لشأنه، إنه علي بن أبي طالب، إنه أبي العظيم، ولا شأن له بمثل هذه الأطعمة. طعامه يوميا من ذلك الخبز الذي عجزت عن تناوله.
في أمان الله. شكرا لك أيها الرجل الكريم، حفظك الله وأهل بيتك. في أمان الله، في أمان الله.